جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مستمع مقيم في الرياض، بل مستمعة تقول الراسلة قاف عين ألف، هل يصح أن أصلي صلاة القيام بالقراءة من المصحف أم لا بد أن يكون ذلك من الحفظ؟ لا مانع من القراءة من المصحف في الصلاة، فريضة كانت أو نافلة، إذا احتاج المصلي إلى ذلك. إذا لم يكن عنده حفظ يكفي فإنه يقرأ من المصحف، ولا مانع من ذلك إن شاء الله. نعم.